بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وأعز النبيين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الحجة على الخلق أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. في مثل هذا اليوم 27 من رجب، هو يوم بداية الرسالة وبداية الدين الخاتم. هذا اليوم الذي تشرفت به البشر والعالم أجمع ببعثة أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء، بل أفضل البشر وأشرف البشر. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن يوم المبعث الشريف هو يوم عظيم، كان مبدأ إتمام النعمة وإكمال الدين، وإكمال الدين الإلهي للبشرية. ولولا وجود شخصية استثنائية كشخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقلب كقلبه النوراني في ذلك الزمن، لما كان لهذه النعمة محل ليفيض المولى الكريم عبرها إلى البشرية. في مثل هذه الأيام بدأت البعثة وانطلقت الرسالة، فالمبعث النبوي هو مبعث النور ومولد الرسالة والقرآن الكريم، بل هو انطلاقة الحضارة الإسلامية. ثم أن هذا اليوم هو عيد ليس فقط للأمة الإسلامية، بل للبشرية جمعاء. النبي هو رحمة، الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، بل هو عيد للبشرية. فهذا اليوم يحمل ذكر رسالة خالدة، ولادة النور والرحمة. أيها الإخوة والأخوات، عيد المبعث الذي بعث فيه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين ولهداية الناس وأخراجهم من الظلمات إلى النور، وأخراجهم من الجهل إلى العلم. الجهل اللي كان سائد بذلك الوقت كان جهل عقيم لا يمكن القضاء عليه إلا أن يبعث الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة وهذه النبوة، هذه الرسالة الإسلامية الخالدة الخاتمة المكملة للأديان، بل هي التي نظمت الحياة، بل هي نسخت جميع الأديان. في هذا اليوم الشريف نودي في سمع نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نداء: إنك لرسول الله. وهذا النداء كان صادر عن ملاك الوحي، فألقيت على كاهل نبينا الأكرم مسؤولية كبرى وثقيلة جدا، على نمط الوظيفة الهامة التي ألقيت على كاهل جميع الأنبياء الذين
سبقوه. فقد روى الشيخ المفيد قدس سره عن ابن قولوي عن الإمام الصادق أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اليوم 27 من رجب نزلت النبوة على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وقال علي بن محمد عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو في كل يوم إلى غار حراء وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه، إلى قلبه الطاهر، فوجده أفضل القلوب، بل أجل القلوب وأطوع القلوب وأخشع القلوب وأخضع القلوب، أذن الله سبحانه وتعالى لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فنزلت عليه من لدن ساق العرش العظيم، فنزلت عليه الرحمة من لدن ساق العرش إلى رأس محمد، ونظر جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة، فنظر وهبط إليه وقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت البداية، وكانت الرسالة، وكان يوم تاريخي، بل هو يوم غير مجرى التاريخ، غير العالم، هو يوم زلزلت الأرض بثقل النبوة بشخصية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ولكن البداية أيها الإخوة والأخوات لم تكن بداية سهلة أبدا، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة مرت عليه مراحل صعبة وحرجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعت بالساحر المجنون، النبي صلى الله عليه وآله رشق بالحجارة، النبي صلى الله عليه وآله أخرج من مكة إلى شعاب مكة وحوصر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي أذية لم يؤذ بها نبي، وقال الرسول صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي كما أوذيت. ولكن الرسول تحمل ما تحمل من الصعاب ومن العذابات، لأنه في رسالة الرسول عليه أن يوصل هذه الرسالة إلى الناس، إلى الناس، إلى الأمة، رسالة عظيمة أحيت الناس، أخرجتهم من الجاهلية إلى العلم. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث في هذا اليوم وذهب ليبلغ الرسالة بأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أول من آمن به هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام،
وأول من آمنت به هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الإسلام بدأ بهؤلاء الثلاث: النبي محمد، وعلي بن أبي طالب، وخديجة. وتدحرجت الأيام، وأصبح الإسلام دين عظيم، إلى أن هاجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وكانت الدولة الأولى للإسلام. نحن أيها الإخوة والأخوات، في يوم المبعث الشريف، هو يوم لابد أن يكون يوم تأمل، هو يوم عبادة، هو يوم شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نعم، هي نعمة، هذا الإسلام هو نعمة، إرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعمة، نشكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم على نعمة الإسلام، على نعمة الإسلام. وأيضا هنا لابد أن بيخدني لك الحديث إلى موضوع آخر، موضوع الأمور يلي نحن حاليا عم نمرق فيها، بل مش نحن بس، بشكل عام العالم كله يعاني، العالم كله يعاني من فيروس، من وباء انتشر يقتل الناس. وسبحان الله، وهذا الفيروس قعد الناس كلها ببيوتها، قعدنا ببيوتها. طبعا لابد أيضا ننظر إلى الأمر كما هو أمر سلبي، وهو وباء، وهو بلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء عن جميع الناس، عن جميع البشر بمختلف أطيافهم وألوانهم، جميع البشر، وأن يشفي الجميع. ولكن لابد أيضا أن ننظر، نتطلع على الجهة الثانية، الجهة الإيجابية، الجهة الإيجابية لهذا الموضوع. هناك جهة سلبية وجهة إيجابية. الجهة الإيجابية نقول لعله نعمة، لعله، الله العالم، لعله نعمة. أولا أن الإنسان بيستفيد من هذا الوقت، يجلس مع نفسه، يراجع نفسه. هذه فرصة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها حتى نشوف قد الإنسان، جبروت الإنسان، التكنولوجيا اللي وصلها العالم، قد هذا الإنسان بعده لا شيء، لا حول له ولا قوة إلا بإذن الله. إنه جبروت الإنسان وقوة الإنسان والتكنولوجيا اللي صرنا فيها نحن بال2020 فيروس. سوء هذا الفيروس، بغض النظر هذا الفيروس هو صنع البشر ليس بصنع البشر، في تحاليل كثيرة وفي كلام كثير، ولكن هو بالأخير، هو بالنهاية فيروس. هذا الفيروس قعد الناس كلها ببيوتها. هنا ننظر إلى الأمر الإيجابي، أنه لعل الله سبحانه وتعالى عم يعطي الناس فرصة، عم يعطينا فرصة. عدوا شوفوا قدي أنتوا قريبين من الموت. كل يوم عم تشتغلوا، بتنزلوا على شغلكم، ملتهيين بشغلكم بشغلكم وعائلتكم وولادكم، أمور الدنيا أخدتكم، هلأ أعطيتكم فرصة، عدوا، عدوا بالبيت، راجعوا حالكم، افتحوا كتابكم، شوفوا أعمالكم. وهذه فرصة ونعمة حتى كمان يصير في عندنا علاقة هي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عبادة، قراءة قرآن، قراءة أدعية، صلاة،
هي التفكر. إذا ما بدي أقرأ أنا قرآن ولا أقرأ أدعية، يكفي التفكر. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر بقدرة الله وبعظمة الله سبحانه وتعالى. وعادة إن أنا نعمة، وأيضا من أوجه النعمة إن الإنسان منا أيها الإخوة والأخوات بس يشعر بضيق، بس يشعر بضعف، بخوف، تلقائيا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه النعمة أن نستفيد منها، التفكر، العبادة، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من جهة تالتي، لعله تالتي نعمة، أنه قديش عادة لما نكون نحن مشغولين بالحياة، لعله الرجل في خارج المنزل أو المرأة في خارج المنزل، الابن في المدرسة أو في الجامعة، هيدي فرصة خلى العيلة كلها شو تجتمع، العيلة كلها عم تجتمع حول بعضها، هيدي فرصة حتى هذه العيلة، وخاصة في هذه البلاد في الغربة، إن العيلة تقرب من بعضها أكثر، تتعرف على بعضها أكثر، تتعلم. فهذه نعم. هون نحاول نحن نطلع على الجهة الإيجابية. وفي الختام، ما بدي أطول عليكم الحديث، وفي الختام هون أنا بوجه رسالة لكم جميعا. علينا أيها الإخوة والأخوات أولا أن نلتزم بتوجيهات وتعليمات الجهات الرسمية والصحية. الجهات الرسمية والصحية عندها وظيفة عم تقوم فيها، علينا أن نلتزم بها. نقعد بالبيت، نقعد بالبيت. إذا الواحد قادر يشتغل من بيته، إذا الواحد قادر ما يطلع من البيت، وهن عم يقولوا لنا اقعدوا بالبيت إلا إذا مضطرين تطلعوا فبتطلعوا، فإذا ما في ضرورة نقعد بالبيت. نلتزم بهذه هذه التوجيهات. نلتزم بالنظافة. هالأمور يلي خبرونا عنها إنه الواحد دايما لما يرجع يغسل يديه بالماء الساخن والصابون، والإسلام حث على النظافة. الإسلام أكد إنه دايما بدك تغسل إيدك، حث الإسلام على النظافة. فخلينا أيها الأخوة والأخوات نتقيد بهذه الأمور. تسليم، الواحد خلص بدنا نحاول بهالمرحلة ما نسلم بالإيد، ما نبوس، نحاول نخلي مسافة. مرحلة بدها تقطع، فخلينا ننتبه لحالنا ونراعي حالنا وأنفسنا والناس اللي حوالينا. في توجيهات نلتزم بها. هلا للأسف في بعض الناس يمكن لهلا بعدها مش اخذ الموضوع جد. لا، بدنا ناخده جد. إذا أنت مش اخذه جد، بالنهاية ممكن عم بتعرض حياة غيرك للخطر. الموضوع مش متعلق فيك بس، فيك انت او متعلق فيي انا، لا، الموضوع متعلق بالناس اللي حوالينا كمان، بدنا نحافظ عليهم. فعلينا ايها الاخوه والاخوات انه نلتزم بهذه التوجيهات، بل واجب شرعا نلتزم بهذه التوجيهات. ان شاء الله هي مرحله وبتمر. وايضا علينا ننتبه انه منكب احيانا عم بيصير في كلمات وهيك، وكب اشاعات ونقل اشاعات على الواتساب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فلان فلان او صار هيك او صار هيك. احيانا اي خبر بدنا ننقله وبدنا ننشره لازم نتاكد منه، هل هذا الخبر صحيح او غير صحيح، لان بالنهايه هذه مسؤوليه شرعيه امام الله سبحانه وتعالى.
أنا بدي أكون صادق. أحيانا أي خبر يكون غير صحيح ممكن يعمل توتر للناس، فلابد أن نلتفت لهذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، وأن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء عن الناس جميعا. وأختم بحديث لإمام الكلام، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، اللي بيقول فيه: ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب، ألا وإن من صحة البدن تقوى القلب، ألا وإن من صحة البدن تقوى القلب. فهذه مناسبة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، نتقي الله سبحانه وتعالى، ونحافظ على أنفسنا وعلى من حولنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.